جات بعديهم فرقة المعتزلة. المعتزلة ديل أتباع واصل ابن عطاء الغزال. واصل ابن عطاء أكان في مجلس الحسن البصري، كان موجود في مجلس الحسن البصري وكان من تلاميذه. يلا الخوارج ذكرناهم قبل، يعتقدوا إنه مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا. أي زول ارتكب كبيرة، سرق، زنا، كويس، ده في الدنيا كافر ومخلد في النار يوم القيامة. المعتزلة ديل قالوا لا لا لا، احنا بنختلف مع الخوارج. قالوا الزول اللي ارتكب الكبيرة نحن ما بنقول كافر ولا بنقول مؤمن، قالوا في النص، مرق من الإيمان وما خش الكفر لسه، وفي النص قاعد وين ما معروف، قالوا بس مرق من هنا وما دخل لسه، عشان كده بسموها منزلة بين المنزلتين، يعني قاعد في النص. واتفقوا مع الخوارج إنه يوم القيامة بخش جهنم مخلد فيها، واتفقوا مع الخوارج فإنه ما في شفاعة يوم القيامة، شفاعة يوم القيامة ما في، كويس. وعند المعتزلة إنكار عذاب القبر، وده اللي أنكروا من وسه في زمننا ده الترابي، وأنا جايك لموضوعه بعدين بختم لك بيه، ده ما نسيته، ما تتخيل نسيته، كويس إن شاء الله. المعتزلة أنكروا عذاب القبر وأنكروا مجموعة من الأشياء، شفت كيف؟ الآن أنا ما قضيتي فقط دار أديك معلومة عن القدام، لكن دارك تعرف الفكر ده الآن موجود وين. فكر المعتزلة ده فكر مبني على تعظيم العقل، وبيعتقدوا إنه العقل ده هو الحاكم على النص. والآن دي فلسفة بتسمعها عند العلمانيين وعند الناس اللي بيسموهم عقلانيين، هم ما عقلانيين، ده الجهلة ما عقلانيين، لأنه العقل ما ممكن يخالف النص اللي جاء من الله ومن الرسول عليه الصلاة والسلام، كويس. فعندهم تعظيم العقول وتحكيم العقل على الكتاب والسنة. طيب يا اخواننا نسألكم سؤال، سؤال كدي لطيف، الزول اللي بيقول لك انا بحكم عقلي على النصوص وحتى الاحاديث، جماعة التراب هسه يقول لك الحديث ده نوزنه بالعقل نشوفه بيجي ولا ما بيجي، نوزنه كده جاء ما جاء. طيب في سؤال، نوزنه بعقول منو؟ العقول دي كلها واحد؟ ما واحد. ليه؟ لأن العقل ينبني على مدخلات. أنت العقل مربوط ببيئتك، البيئة بتاعتك أنت، كويس؟ وأنت الأشياء بتعتبرها معقولة حسب بيئتك اللي عشت فيها. أضرب لك مثال، زمان زمن الإمام مالك وزمننا احنا ده، يعني لو جيت للامام مالك زمان ولا واحد في عهدهم ولا الامام الشافعي، قلت له يا اخي نحن عندنا نظام من العراق للشام ممكن تمشي في ساعه واحده بس من العراق للشام، هسه لو جيت لذول قلت له والله انا صليت المغرب في السودان والعشاء في السعوديه، في ذول بيستغرب؟ عادي جدا صح؟ ليه ما استغربت انت؟ لأنه حسب البيئة اللي انت عشت فيها عندك المعلومة دي، عقلك بيتقبلها، لأنه في طيارة من السودان بعد ما صليت المغرب طرت ركيت في السعودية صليت العشاء هناك، ما فيها مشكلة، دي عادي جدا. يعني هسه أنا جاي من الخرطوم، كويس، صليت الظهر في الخرطوم، سافرت جيت في مدني، صليت المغرب في مدني، عادي جدا. يعني بعد كان يقول له صليت والله الظهر في الخرطوم عادي جدا، يقول لك في شنو يعني. لكن كده أمشي قابل لك واحد، لو قدر قابلت واحد في القرن الثالث الميلادي ولا الثاني، قول له اسمع والله أنا في السودان كده، يقول لك أنت عملتها كيف دي؟ ما بتجي، بل عقل يقول لك ما بتجي. ليه؟ هل العقل اختلف؟ لا، اختلفت المدخلات بتاعت العقل والبيئة في العقل. لا عشان كده أنت دائما بتوزن الأشياء حسب البيئة بتاعتك. هسه أنا لو مشيت لقيت واحدة من حبوباتنا الزمان ديرة قبال ما تصهر التلفونات بدري، قلت لها يا أخي ولدك القاعد في أستراليا هاك تكلمي معه، تقول لك أنت جنيت يا ولدي مجنون، أنت عقل ما عندك. أنا أتكلم مع ولدي في أستراليا ليه ما بتقول كده هي؟ لأنه ده عندها في مفهومه هي ما في. إذا يا أخواننا العقل إذا كان مبني على المحيط بتاعه
والبيئة بتاعته ما ممكن العقل يكون ميزان للشريعة جاية من حكيم خبير. ما ممكن، ما ممكن أنا أجعل الدين ميزانه عند الناس. الواحد قد تكون أبسط المعلومات فايتة عليه، معلومة بسيطة فايتة عليه، يجي يجعل لي عقله هو ميزان لشريعة رب العالمين. ده فكرة المعتزلة، والفكر ده الآن موجود في التنظيمات العلمانية. واحد مرة أنا ناقشته في كلية الطب جامعة الخرطوم، شيوعي ملحد ينكر وجود الإله، قام قال الإله الآن نحن ما بندرك وجود الإله إلا بشيء حسي محسوس، يعني يرى بالحواس أو يدرك بالحواس، إما أشوفه أو ألمسه بيدي كويس أو كده يعني. طيب سؤال منطقي، أنت الليلة بتحب ولا ما بتحب؟ مش سؤال منطقي، إذا قلت لي ما بحب إلا أنت مجنون. المجنون ذاته بحب على الزبالة والوسخ وكده، يعني ما ممكن تقول أنا ما بحب. الحب ده مش بتاع البنات براو، أنت ما تخيل بس البنات، الحب ده الحياة دي كلها مبنية على حب. يعني أنت هسه لو ما بتحب الطعمية بتاكلها كيف؟ لابد يكون عندك درجات حب وإن كانت قليلة للطعمية دي عشان تقدر أنت تتغذى عليها. الحياة كلها مبنية على حب، أنت بتحب الحاجة بتتعاطاها من أكل من كده من مسكن من ملبس من غيره إلى آخره. طيب الحب ده ما أظن يكون في ألماني ما مؤمن به، لأنه شغلتهم كلها تحت الشجر مع البنات وعويناتك وديناتك وبتاع ويغازلوا في منوت الناس، ما ممكن يكون ما مؤمن بالحب. طيب الحب ده لاقاك أنت شفته؟ الحب ده عامل كيف؟ كده اديني رطو الحب في؟ أنت مؤمن به لكن ما شفته. بنفس الأخواننا دي المثال ده، نحن نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى وإن لم نراه. يا أخي نحن نرى آثار الله، عشان كده ابن مالك قال والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي النعم شاهدة. النعم شاهدة على وجود الله. الهوى ده أنت بتستنشقه، الأشجار قائمة بنظام، الكون ده شمس تطلع وتغرب كويس، فصول السنة تتعاقب ليل ونهار يتعاقبان، كون منظم، حياة منضبطة، أرزاق مقسمة، معايش للناس، وأي زول ربنا يعلم ما في نفسه، والأشياء دي كلها عقول الناس، الأشياء المختلفة دي كلها وربنا يرزقهم. ما عاد انت بكون عندك مشكله هنا وبتحكي في مشكلتك وبتدعو في الله، يا الله داير كده وداير كده، وفي واحد هناك في بوركينا فاسو عنده مشكله براو، وجنبك ده جاي مشكلته براو، والله يرزقهم كلهم ويحل مشكله الداء ويحل. انت احيانا يكون عندك مشكله تدعو الله باخلاص وبصدق، ربنا يديك الحاجه اللي انت دايرها كويس. عشان كده قال كالله بر والايادي شاهده، نعمه الله شاهده على وجوده تبارك وتعالى. على أي حال المدرسة اللي بيسموها مدرسة عقلانية هي عبارة عن مدرسة من الجهل والتعدي على الله تبارك وتعالى. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.